حقائق وأسرار قد لا تعرفها عن الفيلة. الفيلة من الحيوانات التي يحبها معظم الناس، والتي نحرص جميعا على زيارتها سواء في الحدائق أو مشاهدتها في أي مكان مخصص لها. ويحب الكثير من الناس إطعام الفيلة بأيديهم، لكن الفيلة ليس كذلك مجرد حيوان نحبه ونحب رؤيته وإطعامه، فهناك الكثير من المعلومات التي قد لا يعرفها الكثير من الناس عن الفيلة. والآن سنتناول ما هي صفات الفيل. تعتبر الأفيال من أكبر المخلوقات في العالم، وهي معروفة بذكائها الشديد. والقول إن شخص ما لديه ذاكرة فيل يعني أن يمكنه تذكر أي شيء. معظم هذه الحيوانات سهلة الانقياد ولا تهاجم إلا إذا شعرت بالتهديد أو إذا كان أطفالها في خطر. إنهم يعيشون معا في قطعان، ويمكنهم العيش لمدة عدة عقود في ظل الظروف المناسبة. ومن المعروف أن الأفيال تشكل روابط قوية جدا، فهي ممتازة مع أطفالها، ومعظمهم يكون جنبا إلى جنب مع قطيعهم. وقد تشاهد علامات الحزن عليهم عندما يمرض أو يصاب أحد أفراد هذا القطيع. ويبلغ الحجم النموذجي للقطيع حوالي 20 فيلا. والآن سنتعرف سويا على حقائق رائعة عن الأفيال. تستطيع الأفيال سماع بعضها البعض على مسافات تصل إلى 5 أميال. وكان أكبر فيل مسجل يزن حوالي 24,000 رطلا و1,088 كيلوغراما، وكان ارتفاعه 13 قدما، أي ما يعادل 3 أمتار و96 سنتيمتر. ولكي لا يصاب بحروق الشمس يحمل فيل جلده بالرمال. يقتل حوالي 100 فيل يوميا من أجل العاج. وتمتلك الفيلة الأفريقية أفضل حاسة للشم في مملكة الحيوان بأكملها. ومعلومة أخرى عن الفيلة قد تبان طريفة، الفيلة تخاف من النحل. وتعد أفريقيا هي موطن أكبر حيوان بري في العالم الفيل الأفريقي، وأطولها هو الزرافة. الفيلة هي الثدييات الوحيدة في مملكة الحيوان بعد الإنسان التي لها ذقن. وتنام الأفيال عادة من 2 إلى 3 ساعات فقط كل يوم، ويمكن أن يتجاوز زوج من أنياب الفيل 200 كيلوغراما. مدة حمل أنثى الفيل 2 سنة كاملتان. الفيلة تخاف من بعض الحشرات الطائرة وأهمها النحل. وتعد أكبر الأفيال التي تعيش في غابات هي أفيال قارة إفريقيا. أسنان الفيل مثل أسنان الإنسان، تولد بلا أسنان ثم تظهر الأسنان اللبنية ثم الأسنان الدائمة. ويتميز الفيل بالذكاء وسرعة التعلم، ونجد بعض الأفيال تستخدم خرطومها ليس فقط لشرب المياه، ولكن أيضا لبعض الأعمال الفنية مثل الرسم والتلوين. أقدام الفيل لها 5 أصابع، 4 منها فقط مغطاة بالمسامير، وتصل مدة حمل أنثى الفيل إلى 2 سنين كما قلنا سابقا. ويخاف الفيل أيضا من الفئران. والآن سنجيب على سؤال، هل الفيلة معرضة لخطر الانقراض؟ في كل من أفريقيا وأسيا تعتبر الأفيال واحدة من العديد من الثدييات ضحايا الصيد الجائر وإزالة الغابات، وبسبب هذا
انخفض عدد الأفيال في العالم بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، وهي بالفعل مهددة حاليا بالانقراض. ولمنع اختفائهم توجد مناطق طبيعية محمية أو ملذات، حيث يتم تربية الأفيال وحمايتها من الانقراض، وتقع العديد من هذه المزارع في الهند وتايلاند، وتتعرض الفيلة لخطر البقاء على قيد الحياة في البرية بسبب تدمير بيئتها الطبيعية، وهذا مصدر قلق كبير، لأننا لا نريد أن نرى هذه المخلوقات الرائعة مدمرة أو منقرضة. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.